في محاولة للتغلب على المخاوف الأمنية في مدينة عدن جنوبية اليمن، أقام عشرات الفنانين التشكيليين في المدينة معرضا فنيا عرضوا من خلاله مختلف إبداعاتهم الفنية. ويحاول هؤلاء الفنانون بفعالياتهم الثقافية إثبات أن مدينة عدن ستعود كما كانت من قبل، مدينة السلام والأمن والاستقرار. الزميل نبيل اليوسفي والتفاصيل. كل ما جادت به ريشتها في هذا المعرض لوحات فنية مختلفة، وجوه يمنية، معالم تاريخية، طيور وحيوانات. الفنانة التشكيلية لمياء العامري تشرح لزوار المعرض تفاصيل لوحاتها ومغازيها. زوار المعرض قليلون، فالوضع الأمني في مدينة عدن جنوب اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، لكن لمياء تؤكد أن هذه المعارض والفعاليات الثقافية ستعيد للمدينة عافيتها الثقافية والأمنية. نحن الفنانين نحاول إيش أن نبرز صورة اليمن وصورة عدن للعالم من بعد الحرب وما مرت فيه من مآسي وهذا مآسي وتحطمت يعني وتدمرت، والحمد لله تحاول أن تجمع يعني أشلاء ما بعد الحرب. 100 لوحة تشكيلية و30 فنان وفنانة يشاركون في المعرض 13 للفن التشكيلي، والذي يحمل هذا العام شعار الفن عنوان حضارتنا، ويحتضنه مبنى المجلس التشريعي البريطاني القائم منذ نحو 150 عاما في محاولة لربط الماضي بالحاضر. احنا في وقت غلاء اسعار، ارتفاع الدولار، فصعوبة الفنان احيانا ما يجد قيمة اللون ولا يجد قيمة اللوحة ولا يجد، فتحصل اعمال مكررة الى نتيجة لما تكلم اغلاك يقول لك انا ما عنديش فلوس، الاسعار ارتفعت، علبة الالوان ما اقدر اشتريها. وكانت مدينة عدن قد شهدت تنظيم معارض ثقافية عدة على مدار العامين الماضيين، معارض تحاول من خلالها التغلب على آثار الحرب الدائرة في البلاد ومخلفاتها النفسية. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي.